ابراهيم صلاح وفيها ايضا احمد توفيق وفيها ابراهيم عبد الخالق وفيها محمد ابو جبل. هنوري الناس لقطات دي ربما يشوفوه بيشوفوها لاول مره، لقطات من حفل الافتتاح. احنا لعبنا غينيا كسبناها 6-1 6-1 بالظبط كده صح. وعسكريه، هي بطوله عسكريه اسمها دورة الالعاب العالميه العسكريه. لا مش عارف، اعتقد بروتوكوليا مصر بتشارك فيها اكثر منها يعني. ده طابور العرض، ده البعثه المصريه. هل في مزيكا او حاجه نسمعها يا جماعه؟ ما فيش اصوات معانا. ده عرض بقى، ده افتتاح. عرض العرض افتتاح. ده طابور الافتتاح. طيب ناخد الجزء اللي بعده عشان فيه اهداف، لقطات من الاهداف اللي احنا احرزناها في مباراه غينيا 6-1. وعندنا اللاعب كندا فجر الحد بكره. كوريا الجنوبيه في 8 ساعات بيننا وبينهم فرق مش كده؟ بالظبط كده، هي البطوله في كوريا الجنوبيه يعني عندهم بالليل. عندهم بالليل بالظبط كده. دي لقطات بقى من المباراه اهي. ما فيهاش الاهداف مع الاسف، هي جات لنا لقطات من اللعب بس، برضه عشان الناس تعيش معانا احنا يعني مصر فيها ايه رياضيا يعني. حلوه 6-1 دي، حلوه بالنسبه لغينيا ومصر. حلوه، نتيجه كويسه. غينيا عسكريا خلي بالك. معلش بس برضه نتيجه كويسه، ما احنا عسكريا برضه. ما هو هم خدوا كل المجندين. بس كلهم لعيبه كوره هايلين يعني. حسام باولو جاب 3 اجوان، وتمساح جاب جون، وقنش جاب جون. لعيبه في الدوري الممتاز عندنا كلهم، مش كلهم لعيبه في الدوري الممتاز. وعلاء علي متهيألي جاب جول يا كابتن. وعلاء علي جاب جول. كلهم من سموحه. صدق كلهم سموحه. باولو كلهم سموحه فعلا. تمساح وباولو. وباولو وعلاء علي. وعلاء مشي من سموحه. علاء مشي. وملعب برضه حلو الحقيقه. انا شايف الارضيه حلوه. لا كوريا عندها. احنا رحنا كوريا الجنوبيه يا كابتن. لا كوريا عندها ملاعب جامده جدا بس مفيش جمهور. لا مفيش جمهور. في جمهور في نص الملعب بس مفيش جمهور. في ثلاثه هم فوق. دولت البدلاء. هي طبعا وجود يعني منتخبات عسكريه في وسط منتخبات عسكريه في العالم ده شيء. هو في جمهور والله هناك؟ شويه اهو. شيء عظيم يعني، وامر جيد لابد ان احنا نحييه ونحترمه طبعا. جدا ونشجع عليه، لانه بروتوكوليا كمان في وسط العالم ده امر مهم جدا. دي البعثه بتاعتنا، وده لو عبد الجابر. لو عبد الجابر احمد، ومن زمان مع المنتخب العسكري. طبعا ايام ما كان نقيب. خبره كبيره. ايام ما كان نقيب. ايام ما كان نقيب. ربنا يديله الصحة. لا نعرفه من زمان لواء. دي لقطات تدريب. عبد الجابر تعب مع المنتخب دوت ومع طلائع الجيش. ما شاء الله مجتهد جدا. احنا اخذنا بطولة العالم العسكري أكثر من مرة. أربع مرات. بدأها الكابتن مدحت فقوس. واعتزل. كأس العالم العسكرية. كأس العالم. أيوه. واعتزل التدريب. قال لك بعد كاس العالم اخد ايه؟ صح والله. كان سنه 93. ده جميل الكابتن طلع لي مدرب في العالم غير بيك باور. اديله الصحه. ياخد كاس عالم او ياخد بطوله جامده جدا ويعتزل. عمل حاجه عجيبه كابتن مدحت بصراحه. ما هو هيقول لك بعد كاس العالم اخد ايه؟ واخف دم، اخف دم في مصر. تقعد معاه ما تبطلش دم. يا سلام. جميل. طيب برضو احنا كده يعني الناس عاشت معانا لحظات من دورة الألعاب العالمية العسكرية اللي